من اهل الجزيره هنروح لاهلي مدينه نصر والزميل محمد توفيق. اتفضل يا محمد. مساء الخير يا كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي والجمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان اللي بيتابعونا. يعني بيتغدد اللقاء والاستوديو التحليلي المره دي مش جوله من جولات الدوري العام ولا كاس مصر ولا بطوله افريقيا، لا يا كابتن ايمن، احنا بنتكلم في نصف نهائي كاس العالم للانديه. النادي الاهلي كبير افريقيا وبطل القاره الافريقيه وبايرن ميونخ، يعني زي ما بنقول افضل فرقه في العالم وبطل دوري ابطال اوروبا في نسخته الاخيره. لو هوصف الاجواء هنا في مدينه نصر مش هقول غير كلمه واحده، هنا في عيد في مدينه نصر النهارده، عيد جمهور النادي الاهلي من حقه يقهر، وده اللي حاصل بالفعل هنا داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. يمكن الاداره التنفيذيه عدت المكان على اعلى مستوى، يعني كاننا في استاد مصغر هنا، الناس جت بدري جدا عشان تحجز اماكنها، درجه الحراره والجو النهارده كمان كانت مساعده ان الناس تنزل بدري جدا وتحجز اماكنها امام الشاشه الرئيسيه هنا بالفرع النادي الاهلي. حاله الشوارع كمان يا كابتن ايمن، يمكن اكيد حضرتك شايف الاجواء حوالينا هنا وورانا، الشوارع قبل المباراه كانت زحمه جدا في طريقنا للنادي، يمكن الناس كلها كانت عايزه تخلص مصالحها وتجري على البيوت تلحق تشاهد المباراه مع بدايتها. اجواء اكثر من رائعه، اعتقد ان احنا ما شفناهاش من سنين. بعت الاعلام في كل مكان، اعلام النادي الاهلي بتخيم على سماء القاهره وعلى كل المحافظات. اعتقد ان جمهور النادي الاهلي لازم يفخر بناديه ويفخر بوصول النادي الاهلي لهذه المرحله، وان شاء الله يا رب الماتش ده يتكرر ان شاء الله يوم الخميس. والناس كلها امل، يمكن بمجرد خروج تشكيل النادي الاهلي الناس بدات تحلل وتتكلم على التشكيل، هل ده تشكيل مناسب، هل كان ممكن يكون في بدايل. الناس داخله في حاله المباراه وداخله في المباراه بشكل عام، وجمهور النادي الاهلي من ورانا هنا شايف الفرحه، والناس فعلا فرحانه بوصول النادي الاهلي ومستنيين المزيد يا كابتن ايمن ان شاء الله، ويكون التوفيق حليف النادي الاهلي ويعمل مباراه كبيره ان شاء الله، والتوفيق يكون ان شاء الله حليفنا. كلمه ليك كابتن ايمن، ضيوفك الكرام. شكرا جزيلا محمد، ومن اهل مدينه نصر.